ring with referee Jamila Borokieva. Round one. عودة إليكم سيدة سادتي في أولى نزالات وزن 63.5 كيلوغرام في اليوم الثاني من بطولة آسيا الملاكمة في الأردن عمان. واللقاء ناري اليوم ما بين أوزبكستان وكازاخستان. كازاخستان في الركن الأزرق ستانلي، وأوزبكستان عبدالوف رسلان في أوزبكستان بالركن الأزرق وكازاخستان بالركن الأحمر. بداية قوية من كلا الملاكمين، إذا ملاكمان يعرفان بعضهما جيدا، واضح ذلك من الأداء القوي منذ بداية النزال. لا يوجد إطلاقا أي جس نبض، تستطيع أن ترى قوة اللكم من هنا، مجموعات لكمية منذ بداية اللقاء. هذا يعطيك مؤشر على أن هذا اللاعبان قد لعبا مع بعضهم البعض من قبل، ولا يوجد جس نبض، كلاهما يعلم مكامن القوة للآخر، فلذلك نرى لعب مباشر لكن قوي وتشجيع من الجماهير الموجودين في الصالة الآن من لكلا الملاكمان. إغلاق ولكم ولكم مضاد، أعتقد أن الحكم ستتدخل الآن لفصل الملاكمين مع تنبيه لعدم الجذب للاعب الركن الأزرق. نزال قوي مغلق، لن يكون هنالك فارق في النقاط أعتقد، وكان الله في عون الحكام في نزال كهذا. ويحاول اللاعب بالركن الأزرق اللاعب الأوزبكستاني الضغط على اللاعب كازاخستاني. لكمة هائلة من اللاعب الكازاخي. تنافس قوي ما بين هذين الفريقين أوزبكستان وكازاخستان. أي نزال يكون بهما طرفان من هذه الدولتان ستشعر بالتشوق والإثارة حين تشاهده. لاعب أوزبكستان يضغط بقوة في حين اللاعب الكازاخي يمتلك المهارات العالية أيضا. يا إلهي، عينهم تخرج نارا، يبدو أن النزال به ثأر شخصي. إذن لم نشعر بالوقت يمضي سريعا في هذا الجولة. لكم ولكم مضاد، محاولات جادة من اللاعب الأوزبكستاني لإقناع الحكام في انتهاء الجولة الأولى وانتظار نتيجة الجولة الأولى. إذن سبليت ديسيجن 3-2 لصالح اللاعب أوزبكستان. إذن سبليت ديسيجن، انقسام في آراء الحكام، 3-2 لصالح أوزبكستان في الجولة الأولى. والآن العمل الكثير من المدربون حيث تعديل مسار النزال الآن، على اللاعب الذي خسر الجولة الأولى أن يعمل كثيرا حتى يقوم بتعويض ما فاته في الجولة الأولى. صراحة اللاعب الأوزبكي امتاز بالواقعية في اللكم، حيث أنه أقنع الحكام في لكماته المباشرة على اللاعب الكازاخي. والآن بدء الجولة الثانية، في ضغط مستمر من اللاعب الأوزبكي والضرب المضاد من اللاعب الكازاخي المهاري. إذن يسحب للخلف اللاعب الكازاخي ويلكم، في حين أن اللاعب الأوزبكستاني يضغط أكثر. ولكم جيد صراحة، نزال رائع من أروع نزال. إلهي على هذه اللكمة، أين أنت سيدة الحكم؟ لماذا لم تتدخلي؟ يا إلهي يا إلهي، أوزبكستاني لاعب رائع جدا. رسلان يضغط بقوة،
صراحة نزال ممتع في هذا اليوم، من أروع نزالات هذا اليوم الثاني. وتنبيه من الحكم برفع رأس الملاكمان، ويحاول الآن اللاعب كازاخستان تدارك القوة الانفجارية للاعب الأوزبكي. يا إلهي، يمنى مستقيمة من اللاعب الأوزبكي رائعة جدا. انظر انظر يا إلهي، عليك أن تنظر إلى المهارات التي يتمتع بها الملاكمان. إغلاق تام من اللاعب أوزبكستاني، دفاع مر، يداه لا تنخفضان إلا في حين اللكم، في حين لاعب كازاخستاني لاعب مهاري أيضا يحاول ويضغط ويلكم صاعدة والجانبية والمستقيمة، وينتظر لاعب الأوزبكستاني، ينتظر يضع لك مقنع للحكام. نزال رائع جدا للآن، لكم ولك مضاد، محاولات جادة من كلا الملاكمان لإقناع الحكام بأنها هو الأفضل والأحق في كسب هذه الجولة. يا إلهي يا إلهي، الأوزبكي مقنع جدا صراحة، يحاول الكازاخي لكن الأوزبكستاني يلكم بكل ما أتي من قوة في إغلاق تام للمسافة اللك، والاعتماد على الضرب بكل ما أتي من قوة في تفريق كامل للكم. نزال شيق شيق جدا صراحة، من أجمل نزالات اليوم. يحاول اللاعب الكازاخستاني في حين يضغط عليه اللاعب الأوزبكي، استراتيجية قوية جدا من اللاعب الأوزبكي، تعكس لك مدى الجاهزية الذهنية لهذا اللاعب. إغلاق، دفاع، دفاع لكم. يا إلهي، جائع، رائع رائع جدا، نزال ممتع حتى الآن، من أقوى النزالات. ويضغط اللاعب الأوزبكي الآن، يضع اللاعب الكازاخي على الحبال ويحاول افتكاك اللاعب الكازاخي، ولكمة هوك جانبية على فك اللاعب الكازاخي. يلكمون في آخر 10 ثواني، أهم 10 ثواني الآن لإقناع الحكام. وأعتقد أن الأوزبكي فعل أيضا 1 2 3، إذن يأخذها اللاعب الأوزبكي للجولة الثانية كاملة بغير انقسام، أقنع الحكام فأخذ الجولة كاملة 5-0. نزال سيبقى حتى آخر لحظة يحبس الأنفاس، يعمل الكثير الآن الجهاز التدريبي لإنعاش وتجهيز اللاعبان للجولة الثالثة وجولة جمع النقاط الآن. نزال من أروع النزالات لهذا اليوم للأمانة، نزال شيق مثير، لن يحسم إلا مع صافرة انتهاء الجولة الثالثة. والآن بدء الجولة الثالثة ما بين أوزبكستان وكازاخستان. أوزبكستان في الركن الأزرق في حين كازاخستان في الركن الأحمر. كما نرى ضغط مستمر من اللاعب الكازاخي الآن لتعويض ما فاته في الجولتين السابقتين، يريد أن يقنع الحكام بما أن نتيجة النزال مغلقة ولن تحسم إلا في انتهاء هذه الجولة. ويضغط اللاعب الأوزبكي الآن، يضغط بقوة في حين يلكم اللاعب الكازاخي، ولك مضاد. يا إلهي، من ملاكم رائع جدا اللاعب الأوزبكي، يقول لها أعطيني كل ما لديك سأرد لك الصعصعين. نزال ممتع صراحة. تنبيه من الحكم برفع الرأس، ويلكم الأوزبكي. صراحة نزال ممتع جدا حتى هذه اللحظة. يحاول لاعب الكازاخي يضغط مستقيمات، يحاول أن يدخل إلى الأمام، يلكم لكمة مؤثرة ينهي بها النزال، لكن الأوزبكي بالمرصاد يرد المضادات جاهزة للأوزبكي. أنت تمتلك اليسرى وأنا أمتلك اليمنى، 1-1. نزال رائع في وزن 63.5 كيلوغرام، النزال الأول لهذا اليوم في هذا الوزن،
ولقاء الجبابرة، لقاء أوزبكستان وكازاخستان، متعة ليس بعدها متعة لهذا اليوم. ولك ولك مضاد يا إلهي. ويضغط اللاعب الأوزبكي، فريق المدربين يطالب لاعب الأوزبكي بأن يضغط أكثر، ويحاول اللاعب الكازاخي، يحاول بكل ما أتي من قوة تدارك لكمات اللاعب الأوزبكي، ويمنحه لكمات على الأضلاع، لكن الأوزبكي يفضل الوجه. الضربة الجانبية من اللاعب الأوزبكي تأتي على فك اللاعب الكازاخي، ويلكم ويضغط. يا إلهي، نزال جميل جدا حتى هذه اللحظة، من أروع نزالات اليوم. لقد منحانا البطلان من أوزبكستان وكازاخستان متعة شيقة لهذا النزال. لكم ولك مضاد مع أكثر واقعية من اللاعب الأوزبكي على حساب لكمات كثيرة لا تأتي في مكانها من اللاعب الكازاخي. وآخر 10 ثواني الآن، أهم 10 ثواني في النزال الآن، عليك أن تقنع الحكام بأنك تستحق الفوز في هذا النزال. وانتهاء الجولة الثالثة بانتظار إعلان الفائز في هذا النزال الجميل والشيق وأقوى نزالات هذا اليوم، ما بين كازاخستان في الركن الأحمر وأوزبكستان في الركن الأزرق في وزن 63 كيلو جرام ونصف، من أروع نزالات اليوم وأكثرها تشويقا بانتظار إعلان نتيجة هذا النزال القوي. Ladies and gentlemen, bout number 24 here in session number 3 of your prelims comes to a close after completing 3 three-minute rounds in a men's light welterweight 63.5 kg matchup. We go to the scorecards where your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points declared by unanimous decision. To the blue corner is كما توقعنا أوزبكستان يحسم هذا النزال. عبد الله، إذا حسمها الأوزبكي لصالحه بقرار كامل الحكام في جميع الجولات 29-28 نتيجة نهائية. نزال قوي وشيق من أجمل نزالات هذا اليوم، وأولى النزالات في وزن 63.5 كيلوغرام، بالانتقال الآن إلى